وساعدي بره الثورات العربية والتي نالوا حقوقنا وهم يكرهون الجيش، ذلك الجيش الذي صمد في وجه أعتى هجمة إمبريالية وإسرائيلية. الجيش العراقي السابق صاحب الإرادة القوية وصاحب الحقوق، فأنت أيها الساعدي تسلب حقوقنا، ونحن نعتصم أمام دارك وأمام دارك، وسوف نلحقك إلى بيتك بعد قليل إن شاء الله. احنا خدمنا العراق ما خدمنا بشر. اسمع، 30 سنة و 40 سنة زيان حقوقنا وينها؟ هاي حقوقنا احنا نريدها. ارفع 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 من الاوادم كل هذول شنو هم؟ ادري ضباطنا وين القاده؟ مو ضباط عندنا كانت بزمن صدام؟ واعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدو. اخواني المتقاعدين، انا اخوكم المتقاعد لبست بالجيش سنه 1968 23/3/68، يعني خدمتي ويا اليوم 37 سنة وثلاث اشهر واربعة ايام. حتى اكون صادق، انا رحت للتقاعد العامة قدمت اعتراض ما طلعت لنهاية الخدمة. ليش يابا ما يابا ما عندك قرار 117؟ قرار 117 اللي كان بالجيش السابق يعرف ليش القرار طوه، ليش قطعوه من يمنا. اللي عنده قطعة ارض ما طوه، اللي غايب ثلاث ايام ما طوه، اللي مسجون ما طوه، اللي بالمستشفى ما طوه، اللي طالع خارج الوحده ما طوه، اللي استخدام ما طوه. هاي احنا كنا ما مشمولين. ليش؟ ليش هالخدمه هاي؟ انا احفادي هسه يريدون يلبسون بالجيش. الله يقبل محمد، لو الساعد يقبل. اي شخص يعبر على الخط اللي حددناه الى نعتبره هذا يريد يخرب التظاهره. اي شخص مهما يكون يطالب بخروج مدير هيئه التقاعد الوطنيه، هذا يقول يريد يخرب مطالبنا. فلا احد يخرب التظاهره ولا احد يخرب مطالبنا. راجعهم يقفون هاي الوقفه الشريفه. صابنا ظلم، صابنا جور. اذا من مدير هيئه التقاعد ومن غيره فما نقبل الا يجي يواجهنا ممثل مجلس النواب او البرلمان العراقي او وزاره الماليه. ثانيا، ندائي موجه الى كل العراقيين الشرفاء المتقاعدين وغير المتقاعدين. زين، شلون تقبل غيرتهم؟ حقهم ما يكونون امام بيوتهم. شلون تقبل غيرتهم؟
حالتهم. ما معفي من هذا الكلام، مجرد بس اللي هو مقعد، بس المقعد الموضي حيل معفي من هذا الكلام. وشكرا جزيلا. أعضاء اللجنة التنسيقية ويريدون يكون السبب في ضرب الشيبة البيضاء. أعضاء اللجنة التنسيقية حضر نفسك لانسحب بعد دقيقتين. الناشد الهيئة التقاعد لازم تقاعدنا يغيرونه يسوون له شارع، لأنه هذا الوقت هو صعب. يعني هذا هتشوف التغلاء المعيشة صعب، هاي وحدة. اثنين، عندي واحد من أولادي نقيب توفى، هاي هويته، هاي هويته، هويته، وعنده أطفال اثنين، وأنا الوصي مالتهم، باوع التقاعد مالهم، باوع التقاعد مالهم 700. شوف هذا التقاعد، هذا بربك يعني، هذا اثنين أطفال رواتبهم بالشهرين 713. وين هاي؟ شوف هذا وين يعيش؟ من هذا؟ هذا يعيش من يا أخي؟ يا أخي خلي يصير عندهم مروة. ذولا الناس ما عندهم مروة، ذولا يعني دمار، ذولا دمار. خلي يسوون لنا شارع، يشوفون هاي الناس التعبانة، علاجات ما تكفي. الله وكيلك علاجات، الناس قاعدة هسه بالقهوة يرعش، ما عنده يعني لقمة العيش، ما عنده علاج يجيب. احنا المتقاعدين شريحة مظلومة، سلبت حقوقهم من قبل هيئة التقاعد الوطنية وعلى رأس الساعدي، فاحنا نطالب حقوقنا. احنا جايين للتظاهر هنا مظاهرة سلمية، نطالب حقوقنا. واكثر الناس اللي جاية هي رواتبها كلها دون المستوى المطلوب، 400 شو تكفي؟ يعني احنا نريد نطالب كحد ادنى هو مليون، في سبيل حتى يعالج اموره، اغلبها مرضى، بالنسبه للاجارات غاليه، يعني اقل اجار اللي هنا ببغداد هو 500 و600. زين، شو تكفي؟ هو 400، والنوب اكلوا علينا شهر اللي هو الشهر الخامس، يعني لا الله يرضى بها ولا رسوله ولا الخيرين، اذا هم خيرين، اما هم مو خيرين، ضغمه فاسده استولت على الشعب وعلى حقوق الشعب. احنا نطالب بزيادة الرواتب كافة لكل المتقاعدين دون تمييز. احنا ما عندنا تمييز عنصري، احنا مو بامريكا عايشين. احنا يقولون بلد الديمقراطية هنا، وجايين يرسخون الديمقراطية، اين الديمقراطية؟ فعليه احنا نريد زيادة الرواتب وصرف مكافأة نهاية الخدمة بدون تمييز لكل الشرائح الموجودة، لكل الفئات. ماكو هاي فئة هاي فئة، احنا عراقيين، وان شاء الله ما يضيع حق ولا مطالب. المتقاعدين شريحة مظلومة، والمتقاعدين الوحيدين بالمجتمع العراقي هم المظلومين. كل دوائر الدولة كل الناس يأخذون حقوقهم، إلا المتقاعد ما حد يداعي له. أنا خدمتي مع المتراكم، مع يعني المضاعف 52 سنة، يمكن خدمتي أكبر من عمر أي برلماني. خدمتي 52 سنة أكبر من عمر الساعدي عمرا، وهو راتبي 415 بالشهر، كل شهر أخذ 415، شهرين 830، يعني 415 واحد لوحده تكفي 415؟ ما تكفي 415. كيف ماذا عندك مولدة وعندك عائلة وعندك مريض، عندك متطلبات الحياة، عندك ابنك يريد الزوجة، يعني الحياة مدمرين نهائيا ولا واحد التفت. معقول هاي التظاهرات كلها رئيس الوزراء نايم يعني ما يشوف هاي التظاهرات كلها؟ رئيس الوزراء أي تظاهرة يفترض المكتب الإعلامي ينقل له كل التظاهرات الموجودة. هاي الناس الشيبة، هاي الناس الكبار عمرا، هاي دي يتظاهرون هالشموس وعطشانين، معقولة ما حد انتبه عليهم؟هذا
الماي. احنا شريحه مظلومه، شريحه الجيش السابق والكيانات المنحله التي خدمت العراق لمده طويله عن الافاعي السامه خارج العراق التي ارادت النيل من العراق لمده اكثر من 30 عام، واليوم يضطهدون حقوقنا وينهبون اموالنا وحقوق اطفالنا التي اقرها الدستور واقرها البرلمان. لكن هناك من يسرق حقوقنا، منهم احمد الساعدي ومن وراءه. جئنا هذا اليوم نطالب بكافه حقوقنا التي اقرها الدستور والمحكمه الاتحاديه والاعراف والحقوق كلها، واليوم نطالب بها جميعا. تقاعد طلعت 29 سنة لا خدمة مكافأة خدمة وراتب 400 ألف، بكالوريوس مدرس 29 سنة ماكو مكافأة ولا هذا، هاي شنو من هذا؟ قرار صدام حسين أشرف منكم 25 سنة كان ينطي كل الحقوق، صدام حسين أشرف منكم؟ يا حرامية يا سفلة فاسدين. أشكر. فمن نطلع نتقاعد تفاجئنا، راجعنا لان الكراميه مال سنه موجوده، هاي كل واحد يطلع تقاعد 30 سنه فما فوق الا الكراميه مال سنه، فاحنا تفاجئنا كراميه مقطوعه من عندنا. ليش يا جينا سنه ليش؟ قالوا انتم لان ضفنا لكم خدمه فاستقطعناها من عندكم. ماكو ايش قانون يعني، منو قال لهم يضيفون لك خدمه؟ وكل واحد عنده خدمه 42 43 سنه رسميه، والله ضفنا لك خدمه احنا، مو بس انا يعني كلنا احنا كثيرين يعني موظفين احنا. هذا الموضوع. انا بس استاذ احمد السعدي قال احنا ندفع مقدمه مال رواتب مال المتقاعدين، مقدمه قاعد، وبالنسبه هذا الشهر العسكريين ما يستحقون، على الشهر اللي يجي كل متقاعد هسه مدنيين او عسكريين لما يسلمون الهويه التقاعديه خلال شهرين يلا يستلم، خلال شهرين يلا يستلم راتب. شلون يقول احنا مقدمه رواتب تقاعديه؟ ماكو هذا الشيء، ماكو هذا الشيء. لو تشهد انه هاي هوياتنا موجوده، هاي هوياتنا الموجوده، هاي هوياتنا، هاي خلال شهرين. شلون يقول انا يطلع بالتلفزيون وحش السامع يكذب ويقول انا شو اسمه مطين احنا مقدمه؟ ادري يكذب على امات، لو مو يكذب على امات مو احنا موجودين، وهاي الهوية صادرة من التقاعد. جينا نحن المتقاعدين إلى هذا المكان للمطالبة بحقوقنا المسلوبة، حالنا حال الشعب العراقي الذي سلب من جميع حقوقه وعاش حالة الظلم والتعسف، وندعو المسؤولين بالالتفات إلى المتقاعدين جميعا العسكريين والمدنيين وذوي الشهداء، فجميعهم مغبونون برواتبهم وبحقوقهم وبمستحقاتهم. وأنا أتمنى أن تكون الحلول سريعة ومرضية وعادلة، ومن الله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.
ما تكفي لا راتب ولا يكفي مولد ولا يكفي كهرباء. الله شاهد. ساعد واحد 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 لا لا على نزلوا ببيان عمامه والمدير ان شاء الله نزلوا ببيان اذا كان فاسد وسبعة زادتين نزلوا ببيان وطردوني. عمي انا حاجيك ترى ما ينسجع انا رجال عمي همشي بخوتي زين مثل ما بعض البرلمانيين وبعض الساسج جاي تاجر باصواته وتاجر بينا صريحين من البداية. احنا مرينا عام 2003 بمرحلة احتلال مرحلة الجيش العراقي آمنت بالله هذا قوات احتلال وحلتها. طيب الحكومات الوطنية المتعاقبة وهذا الجيش العراقي الجيش البطل اللي دافع لا ينتمي لا إلى نظام ولا ينتمي إلى مؤسسة هو مؤسسة وطنية. ليش المكافأة نهاية الخدمة والإجازات المتراكمة وهي حق قانوني وشرعي لأنه عام قانون رقم واحد سنة 75 يقر المكافأة قانون التقاعد العسكري الموحد عام 2014 يقر المكافأة قرار 122 اتحادية عام 2013 اللي ردت بالاستفسار لها انه يستحقون المكافأة ونهاية الخدمة هذا القانون النافذ. طيب ما 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 يطبق او ما ينفذ من قبل هاي الحكومات ليش هاي الجيش. خلي نكون اكثر صراحة وياكم اخوان هذه المسألة راح تؤول يعني الجيش السابق راح يقول أنا ليش بهالشكل حكومات وطنية من عام 2004 حكومة أياد علاوي وراحين بهم لكنه حقوق هاي الناس ليش ليش تخطف وليش ما تنفذ تبقى أنا طارق حرب الخبير القانوني يقول هذه اجتهادات هو خبير قانوني ورجل عسكري سابق يقول هذه اجتهادات هيئة التقاعد. هل من المعقول أن يجتهد موظف بهيئة التقاعد على شريحة مهمة بالمجتمع ويلغي كل مكتسباتها بدل ما تجينا هاي الناس تدق بيوتنا وتقول هاي التقاعد مالكم هذه كراميتكم لأنه خدمت الوطن انتم احنا ما خدمنا شخص وهسه حاليا الجيش ما يخدم شخص. طيب طوني دولة بالعالم جيش سابق وجيش لاحق طوني دولة بالعالم الرتبة والشهادة ومدة الخدمة تقاعدين مختلفين ما صايرة حتى صرنا مسخرة للعالم بغض النظر احنا هسه ما نريد بس الجانب المادي نريد رد اعتبار لهذا الجيش الوطني اللي دافع عن العراق وكنا 30 سنة و40 سنة وكنا أجداد وأحفاد ثلاث أرباع الحكومة هم أولادنا وأحفادنا يصير احنا هذا الناس الأعمار بهذا الأعمار تبقى بالشارع بهالشمس هذا اللي درجة الحرارة نصف درجة الغليان طالب بحقوقها وحكومة وطنية يدعون بالوطنية إذا حكومة وطنية اليوم يصدر قرار من 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 مكتب السيد عبد العادل عبد البهدي بتنفيذ القانون اللي هو مش شرعا وقانونا موجود
تنفيذه، إضافة إلى أنه رد الاعتبار لجيشنا ورد الاعتبار لهذه المتقاعدين الشريحة المهمة بالمجتمع واللي هي شريحة تربوية، لأنه راح تربي أبناء وتربي أحفاد وتربي تأثيراتها المجتمعية مو عائلية، تأثيراتها إخوان افتهموا زين، أنتوا لا توصلوا الناس الحافية، لا توصلوها إلى طريق مسدود، انطوها حقوقها، ما تريد أكثر من حقوقها، حقوقها اللي هي أساس قرار القانون، ما تريد خلاف القانون، وده تطلع لكم مظاهرات واحتجاجات سلمية اللي هي ده توصل صوتها لكم. فإذا أنتم حتى نكون صريحين وياكم أخوان، إحنا ده نحكي من جانب قانوني وسلمي بنفس الوقت، لا توصلون الحالة الناس توصل إلى حافة الهاوية وبالتالي تتلقفها جهات أجنبية وتتلقفها عصابات وتتلقفها، ليش تخلون الناس بهذا الشكل؟الجيش العراقي السابق صاحب الإرادة القوية وصاحب الحقوق، فأنت أيها الساعدي تسلب حقوقنا، ونحن نحتصم أمام بابك وأمام دارك، وسوف نلحقك إلى بيتك بعد قليل إن شاء الله. إذا ما تطالب في حقوقنا العظيم، اذا مو اليوم سووا كبتاره سولفوا عندكم باكر شنو يعني، هو قاعد حتى بنقول تهوي بابا، هذول عايشين بدول عتبيه عندهم هاي المسائل عاديين. لا تسكتون، هاوسوا يا اخواتكم، اجوا المطالبه وياكم، احنا هاوسين عمي بس احنا يلا شاركونا، يلا شاركونا، حتى الحكم حتى الحكم حتى شاركونا، يلا 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 يا ساعدي برا برا البيت نازل يا ساعدي برا برا البيت نازل برا ما يرضى انزل دوس على ما يرضى انزل دوس على ما يرضى ¡Gracias!
احنا متقاعدين الجيش العراقي السابق. اغلبيه المتقاعدين اللي موجودين هم بين المدني وبين العسكري، رواتبهم بشكل متدني، يعني ما تكفي لا تكفي حاجاتهم ولا تكفي مطالبهم مال يعني الاشياء اليوميه. بما انه هو متقاعد يعني لا تتصوره بانه حالته يعني يرثى إلها، لأن هو اللي كان بنية المجتمع وكان هو أصلاً البنى التحتية اللي بناها هسه العراق حالياً. هو المتقاعد منه اللي هو ضابط، ومنه اللي هو يعني نقول معلم والمدرس والدكتور والمهندس، كلهم هذول المتقاعدين من تجي تباوع عليهم هم عبارة عن كيانات كانت يعني بانية البلد. من اجيتوا انتم اجيتوا على حساب هذولي، يعني اجيتوا صعدتوا على اكتافهم، فمن تجي تحتقره هم بعد يومين ثلاثه هم راح يصير انت متقاعد. اولا وثالثا انت راح تصير متقاعد وراح تصير بنفس التدني اللي هسه انت قاعد تحكي بيه وتقول عليه خطيه وتقول عليه اي شيء كان. احنا كمتقاعدين نريد كياناتنا ونريد نفسنا بحيث نكون نترفه ونعيش حياتنا الباقيه، لأن إحنا ملينا من التعب، ملينا من البناء. العراق هذا كله من بداية نهايته وأساسه إحنا بنيناه. إذا كنا عسكريين إحنا كنا موظفين، إذا كانوا العسكريين السابقين تعتبروهم أنتم كيانات بعثية أو كيانات، شوف إنت إشقد أكو موجودين بداخل نظام الدولة هم من نفس العسكريين اللي هسه أنتم قاعد تحشون عليهم أنظمة بعثية. يعني هسه القاده منين جبتوهم؟ من المريخ؟ منين جبتوهم؟ من السماوات؟ هم اصلا هم كيانات كانوا عايشين ويانا ونفسنا ضباط يعني ويانا. نوات انتم اختاريتوا انتقيتوا قسم من عندهم وسويتوهم ساده، واحنا اعتبرتونا ناس اذله. يعني احنا نريد انصاف، نريد حقنا لا اكثر ولا اقل. خلينا نعيش بمستوى رفاهيه ولو بسيطه. يعني من ذاك التاريخ لهذا التاريخ لا قدرتوا انتم تتحملون معاناتنا ولا قدرتوا تتحملون عيشتنا اللي احنا عشناها ايام الحصار اللي مرت علينا، ما مر عليها اللي هو هسه يعتبرونا مجاهد ويعتبرونا رفحاوي. اللي ياخذ 200 مليون و200 هو، وحتى هو نفسه محمد الهداوي يقول الرضيع مالهم نفس رضيع الامام الحسين. انا بنفسي سمعت يعني الكلام ماله يقول رضيع الرفحاوي نفس رضيع الامام الحسين. اغلب الرفحاويين اللي موجودين والرفحاويات اللي موجودات متزوجين هولنديات ومتزوجين بريطانيين وياخذون حقوق اكثر من الحقوق اللي هو عراقي. عراقي وتحطم. زين انا بس هاي اريد اوصلها الرساله. يعني هذول هسه بنتباوع عليهم، صحيح هم متقاعدين بس باي لحظه بيوم من الايام يصير شهيدات. شهيد على موت جهاله. يعني هذا كل ما بنتباوع عليه هذا الانسان اللي كل ساعة يندفع على التقاعد العامة، هو مو هدفه بأنه يجب على التقاعد العامة وعلى مديرية أو مؤسسة مال دولة، بس يحس نفسه مظلوم. انصفوه. هذا الإنسان اللي ينظلم انصفوه. انصفوه على الأقل الحد الأدنى اللي يلبس ولده ويوكلهم ويشربهم. مو يروح يتداين فلوس العلاج مالي. ولا يتداين فلوس مال عيديات جهالة. يعني انا اجي ادخل على جماعه والله العظيم ذاك اليوم بالصفحه واحد يقول 5000 دينار عنده عند احفاد شطيهم. زين ليش هيك؟ اخي انصفوهم. يعني انتم كدوله وتعتبرون نفسكم دينيه مو علمانيه. يعني الدين المفروض هو ينصف المسلم؟ احنا مسلمين انصفوني؟ يعني تعتبره من تعتبره هذا الانسان بعثي؟ يعني هو منين يجي؟ بس قل لي. يعني بزمن صدام حسين احنا كنا نناظر وكنا نقاتل حسب ما تدعون انتم، واللي قاتل بزمن صدام حسين يعتبر ما له حقوق. زين هسه بعد يومين ثلاثه هم الدوله يجوز تتغير. زين ويجي غير نظام، يعني يعتبرون هذول ناس متخاذلين؟ مثل ما همشكم صدام حسين انتم همشتونا، مثل ما ذلكم صدام حسين انتم ذليتونا. احنا نريد انصاف. احنا الجيش العراقي اذا كان اسير، والله العظيم اغلب السياسيين يعتبرون الجيش العراقي جيش متخاذل ويعتبرونه يعني جيش خائن
وحتى الأسرى اللي اجوا من ايران اعتبروهم ناس خونه، لا صدام انصفهم ولا ايران انصفتهم ولا انتم انصفتوهم على الحكومات هاي يعني المتعاقبه، بحد انصف. ليش اخي؟ حافظوا يعني حافظوا على 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 كيانات مواطنيكم، هذول اصواتكم اصابعهم، هذول اللي رفعتكم، هذول هم نفسهم اللي رفعوكم. بيوم من الايام كل من يحط يقول لك انا شو استفاد من الدوله؟ شو استفاد من سياسي اللي دشداشته مرقعه يجي يحكي يا معلق؟ ثلاث ارباعكم انتم كنتوا لو مجاديه بالخارج، لو متسربين، وتالي متالي تجون هنا وتسوون نفسكم يعني ساده علينا. ترى انتم مو ساده علينا، احنا اللي كوناكم، احنا اللي سويناكم، هاي اصابعنا اللي تحملنا التفجير وتحملنا الضيم وتحملنا داعش، وجينا طبينا انتخبناكم على مود تنصفونا، ما نصفتونا انتم. هذا كل اللي اقوله انا، والسلام. احنا الجيش العراقي السابق شفنا الويلات، شفنا الظلم، النوب الظلم صار علينا ازيد، ما عدنا، غدرتونا، ظلمتونا، ما خليتنا اي حقوق، اي امتيازات، راتب ما يكفي، يجي نهايه الشهر ما عندي 1000 دينار، ما عندي. شنو هالوضعيه هاي؟ شنو هالظلم هذا؟ انتم منين جيتونا؟ من هو ايد احمد السعدي؟ احمد السعدي ظلمنا، نعلة الله على كل من ايد احمد السعدي، نعلة الله على كل من ايد احمد السعدي. من السياسيين، السياسيين ترى دمرونا، دمرونا، احنا انتخبناهم، لماذا لا يعطونا حقوقنا؟ حقوقنا كاملة وليس متجزئة، أسوة بالجيش العراقي الحالي. احنا جيش واحد تأسس 1920 وهواي مرت حكومات، وانتم هم راح تمرون، لماذا تظلمونا؟ لماذا تفرقون بين الجيش؟ احنا هسه مستعدين ندافع عن عن الوطن، عن الوطن، ندافع عن العراق. هذا اليوم وكل يوم ما طلنا حي مستعدين ندافع عن العراق. لا تفرقون بين الجيش العراقي الحالي والسابق، انصفونا، 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 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جدد اللي ما يعرفون العراق وين صاير والشعب العراقي وين صاير. اللي عاش 30 سنة وال40 سنة وال50 سنة
بالجيش وعساتر ويقاتل ويحامي الدولة، وهسه هذا احترامه كلهم شياب ما عنده 400 ألف دينار يا دوب يكفي الدقايرة، يا دوب يكفي الدقايرة. أجار 350، سحب 150، مصرف البيت 100، شيك البيت مو 650 لو 700، ويطو 400 وكسور. احنا المدير التقاعد العام ما اقول لك السبب، التقاعد العام اكو المسؤول عليه ودي يشتغل، وهم قالوا بده يشتغلون ضد المتقاعدين. احنا الناشد احمد الساعدي نقول له انت صاحب عيال وانت عندك عائله وعندك من عشيرتك هم عالم فقره، فهلا تنهلا بالوادي. اريد الراتب يتعدى من 400 ل 800، هاي واحده. الثانيه اريد تعديل قانون رقم 14. العراقيين كل حقوقهم بالتساوي، لا زين ولا عبيد. ال 400 ما تكفي ولا 500 تكفي، فهو سوى ون عليه قال راح اسوي بين كل شهر. اجى الشهر الخامس المدني امطار نص راتب، امطار 1.6، العسكر قال لا على 1.7. نعم خلي يرجعوها الرواتب مثل ما كانت، وريد زياده الراتب، وريد المكافاه نهايه الخدمه، وريد حقوقنا كامله. حسبي الله ونعم الوكيل على كل من ظلمنا. وشكرا. خدمتي 34 سنة، طلعت لي بالهوية التقاعدية خدمة 25 سنة، وهذا إجحاف بحقي لأن يعني تقريبا 8 سنين أو 9 سنين مغدور بها أنا. هسه راجعت على مكافأة نهاية الخدمة، قال لي أنت 25 سنة ما مشمول. أنا متطوع 1/9/1988 وعندي أقران وياي استلموا مكافأة نهاية الخدمة، ليش أنا ما استلمت مكافأة نهاية الخدمة؟ عندي ابن عمي ذاك ياهو خدمت متطوع بال 84، خدمته تقريبا فوق ال 40 سنه، هم قال له ما مشمول. زين احنا انا من محافظه الانبار، اراجع لمحافظه الانبار، محافظه الانبار اكثر الدوائر محروقه من جراء العمليات العسكريه اللي صارت، هاي معروفه عند الكل. زين انا اراجع يا دائره حتى اثبت بين اني متطوع بهاي الفترة 1988، عندي كتب رسمية مثلا نموذج عسكري يقول لي هذا ما ياكل، نموذج عسكري مختوم بختم الوحدة يقول لي ما ياكل. زين هويات العسكرية هم ما ياخذون بيها، زين انا شلون راح اثبت حقي واخذ حقي؟ واني متأكد من نفسي، انا مواطن عراقي متأكد من نفسي متطوع 1/9/1988 وانغبنت بثمان سنين بالخدمة.